عندما انفصل جنوب السودان عن الشمال وأصبح شطرين متجاورين في وئام وفي مسؤولية، كان ذلك مدعاة لإعجاب الكثيرين. لكن السؤال هو، لماذا عجز الجانبان عن حل قضاياهما الجوهرية؟ هو الرئيس البشير يهدد مجددا بإغلاق أنبوب نقل نفط الجنوب عبر أراضي الشمال إلى بورت سودان ما لم تتوقف جوبا عن دعم التمرد في الشمال. من المسؤول إذن عن حال العلاقات بين شطري السودان والتي تبدو في حالة من التوتر الدائم؟ بنا إلى الحوار من استوديو نقطة حوار. الرئيس السوداني عمر البشير يهدد بإغلاق النهائي لأنبوب تصدير نفط الجنوب عبر بورت سودان، وينذر الجنوبيين إنذارا أخيرا بأنه لو فعل فلن يتراجع هذه المرة إذا استمروا في دعم متمردي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بل وهدد بشطب بكل اتفاقيات التعاون الثنائي. البشير كان يتحدث بنشوة استعادة السيطرة على بلدة أبو قرشولة من قبضة متمردي الجبهة الثورية السودانية، وهي تكتل من 3 حركات مسلحة متمردة تقول الخرطوم إنها تلقى دعما من جوبا بهدف زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بنظام البشير. لست ما أدري ما إذا كنا بحاجة للتذكير بأن علاقات البلدين لم تتحسن رغم كثير من المؤشرات الإيجابية والتوافقات التي سرعان ما انهارت منذ انفصل الجنوب، والسبب خلافات القضايا الجوهرية العالقة، إنتاج النفط، منطقة أبيه، ترسيم الحدود، وهلم جرى. الخلافات المتجددة هذه المرة اندلعت ولم يمضي إلا شهران على توقيع الرئيس البشير ونظيره الجنوبي سيلفا كير 9 اتفاقيات في أديس أبابا تنفس معها الكثيرون الصعداء بمن فيهم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. فمن المسؤول عن انتكاس العلاقات بين جوبا والخرطوم؟ هل ثمة ما يثبت ضلوع الجنوب فعلا في دعم المتمردين في الشمال؟ ماذا عن الشمال الذي يواجه هو أيضا نفس الاتهام؟ ماذا عن الحجة التي تقول إن الشمال يبحث عن شماعة لإخفاقه في معالجة مشاكل التمرد؟ وهل أصبح التوتر بين شطري السودان مزمنا حتى أنه أصبح عصيا على الحل؟ هل انتفى حسن النوايا بين البلدين؟ أهلا بكم أينما كنتم. أنا نور الدين زرقي وجميع الفريق بانتظار تفاعلكم مع موضوع اليوم بالوسيلة التي تناسبكم. تابعونا أيضا على تويتر وعلى فيسبوك. لمن أراد أن يشارك بالحوار تليفونيا هذا هو الرقم على الشاشة 00442776251. ابعثوا رسائلكم الاسمس باللغة العربية رجاء على موقعنا على الانترنت bbcarabic.com، والرقم هو 00449704047. دون تأخير نبدأ الحوار. لدينا متحاورون سودانيون كعادتهم متوثبون للحوار. يوحنا سبت من الجنوب من جنوب السودان، عبد الله الرفاعي موجود في السعودية، معتز محمد النعمان من الخرطوم أيضا معنا، حمدان علي من القضارف. مرحبا بكم جميعا. يوحنا سبت في الجنوب أولا. يوحنا. نعم. في نظرك لماذا هذا التوتر الذي يبدو مزمنا في العلاقة بين البلدين، رغم أن الجنوب يمكن يحتاج إلى الشمال خاصة في مسألة تسويق إنتاجه النفطي؟ ما السبب في نظرك؟ السبب في نظري أنه في بداية يعني كلما وقع جنوب السودان وشمال السودان على اتفاقات، نعم، حكومة الخرطوم تتماطل في تنفيذ الاتفاقات. لذلك يلجا لاتهاماته ولالفاظه. هي الخرطوم لوحدها الجنوبين، الخرطوم بس اللي بتعمل هذا الشيء، جوبا كمان بتعمل نفس الشيء. لا جوبا ما بيعمل نفس الشيء اذن كما يفعله الخرطوم. الخرطوم حتى اذا كان شيء بسيط، يعني اديك مثلا بسيط، قبل اسابيع قليله، نعم، اذن احد المشايخ بتاع دبي، نعم، ماذا ان كان حدث هذا للخرطوم؟ والجنوبين سكتوا على ذلك، لم يفعلوا شيئا. قتل احد مشايخ ابيه، نعم، على يد من قتل؟ على يد، نعم، يوحنا. إذن أنت تحمل من حكومة الخرطوم، تحمل حكومة الخرطوم المسؤولية كاملة. شكرا لك يا يوحنا. عبد الله الرفاعي في السعودية، مرحبا يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك ألف سلام يا عبد الله، تفضل.
التحية عبرك لكل المستمعين. هلا بي. في البداية بحييكم على برنامجكم. أهلي. أول شيء بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال. ليش؟ أنت تحمل جبل المسؤولية تماما كما فعل يوحنا، حمل الخطوة. والله شو المشكلة؟ شو المشكلة بين الجانبين؟ شوف يا سيدي، نحن شعبين شقيقين، كنا تربطنا أواصر الأخوة وأواصر المحبة وأواصر النسب وأواصر العلاقات الأزلية، تعايش. نعم نعم، فهذه هي مشكلتنا الحقيقية. الحكومات عندنا حقيقة، أنا لا أحمل الشعب في كلا الطرفين مسؤولية مثقال ذرة من هذه المشاكل التي تدور بين الطرفين. آه. نحن شعب يريد العيش بسلام، يريد العيش بسلام كسوداني. نعم. شمالي أريد العيش بسلام، سواء مع جنوب السودان سواء مع الدول المجاورة، بعيد عن الصراعات وبعيد عن النزاعات. تحمل حاليا أكلمك من السعودية. نعم. مغترب، لولا الظروف الاقتصادية لا تركت السودان. نعم. لحظة. إذن أنت تحمل السياسيين في الشمال والجنوب المسؤولية بكل تأكيد، ومن الأسباب الرئيسية المتوفرة حاليا لعدم تواصل كلا الطرفين إلى اتفاقية نهائية. نعم. تبعد من المشاكل كل هذه، انعدام الصيغة هي السبب الرئيسي. أوكي. والإملاءات الخارجية السبب الثاني. أوكي. وعلاقة الحزب الحاكم بالجنوب بالحركة الشعبية بتاع الشمال وما تربطهم به من علاقات أزلية في. نعم. أماكن القتال سابقا. أوكي. والسبب الرئيسي والأخير عدم توفر الإرادة في كلا الدولتين حقيقة. أنا بقول عند السياسيين. نعم. عند الإرادة غير متوفرة عند السياسيين سواء في جوبا أو في الخرطوم. قد تبدو. طيب. بعض اللحظات تحس كأنها معدومة، كأنها. طيب. كل شيء. تماما. ليس مرتب، ليس ببعيد في رأيهم. نعم. إنه ينادون. عبد الله خلينا نطرح الفكرة على يوحنا في منطقة جوبا في جنوب السودان. يوحنا يحمل الخرطوم. وحدي. يا أخي الكريم يوحنا، أنت تعرف الشعب السوداني جيد، تعرف ما يدور في الشمال من تمرد ومن أشياء ومن كثرة أحزاب سياسية. نعم. لا يمكن للخرطوم وحدها أن تتبنى هذه المشاكل. توخى صوت العقل أخي الكريم. أوكي خليك معي يوحنا. نعم. عبد الله بيقول لك خليك عاقل شوي. يوحنا قال نقطة مهمة، السياسيون. نعم. السياسيون سواء في جوبا أو في الخرطوم لا يبدو أنهم عندهم الإرادة، وفيك عنصر آخر أريد أن أسمعك تعليقك عليه، انعدام الثقة. هل فعلا أنت كمواطن سوداني جنوبي تشعر بعدم الثقة في جارك الشمالي؟ نعم، هنالك عدم الثقة، وليس هذا واحد اتفاقيات وقع كثيرا. نعم. بين الشمال والجنوب، اتفاقية الخرطوم من الداخل، اتفاقيات كثيرة. منذ ذلك كل هذه الاتفاقيات لم ينفذ كما وحد، وليس. نعم. وليس مع جنوب السودان وحد، إنما مع حركات بدا دارفور، حتى الاتفاقيات الوطنية. أنت يا يوحنا يوحنا، أنت هذا أسلوب يوحنا، أصغي إلي. وقع الاتفاقية ولم يوفي بوعدهم. أصغي إلي يا يوحنا، أنت كمواطن سوداني جنوبي ما دخلك باللي بيحصل في دارفور ولا في جنوب كردفان ولا في النيل الأزرق، لأنه هذا هو المشكل. لأن الجنوبيين دائما يحاولون أن يدلوا برأي أو بدلوا أو يدعموا هذه الحركات. هذا هو ما يزعج البشير وبيخليه يطلع يقول كلام مثل ما سمعنا، أنه بيهدد أنه يغلق الأنبوب نهائيا، لأنه إذا أردت الشمال أنه يحترمك لازم تحترمه. قلنا هذا مرارا وتكرارا، نحن لم ندعم الحركات المتمردة، والبشير يعلم ذلك، أنه يدعم بنفسه من خلال المعارك بينهم. يدعم ناس في الجنوب. لا حركات الخرطوم يدعم متفردين نفسه في أثناء المعارك، يخسر عندما يخسر المعارك، هنالك يقوم المتوردين على استيلاء الأسلحة. لذلك يحصل الأسلحة من حكومة الخرطوم وليس من جنوب السودان. طيب خلينا نسمع آراء أخرى يا يوحنا. معتز محمد النعمان في الخرطوم، ما رأيك في ما قاله يوحنا للتو؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
تصاعد وحدة الحرب الكلامية بين شمال السودان وجنوب السودان في الآونة الأخيرة، خاصة بعد فشل الجانبين في التوصل لاتفاق بشان تصدير النفط الجنوبي عبر الموانئ الشمالية بعد رفض جوبا خطة الطريق التي قدمتها كل من جوبا وأثيوبيا حليفتي جوبا على هامش غمة الاتحاد الأفريقي. أي. وكل من الدولتين يرى أنه يملك كرت ضغط على الآخر. نعم. فأنا برى أنه انفصال الجنوب واتفاقية نفاشا نعم. زادت من حدة التوترات بين الشمال والجنوب، فأصلا المشاكل هي مشاكل أزلية بين الشمال وبين الجنوب. عندما تقول أزلية يعني... طيب معتز، عندما تقول أزلية يعني أنت كسوداني تقول هذا الكلام، كثيرون لن يصدقونك. إذا أنت كسوداني شمالي توافقت مع الجنوبي وعملت اتفاق سلام شامل وعملت استفتاء وانفصل الجنوب وقبلت أنت يا شمالي بأن الجنوب يصبح دولة قائمة بذاتها، لماذا بتعجزوا على تسوية القضايا اللي المفروض تؤدي إلى حسن جوار بينكم؟ يعني لماذا أجلت قضية أبي، ترسيم الحدود، مسألة استغلال النفط؟ أوكي وصلتوا لتوافق حولها، لكن لماذا بتستمر والانتكاسة وراء انتكاسة دائما في نظرك؟ يعني يوحنا وعبد الله بالذات قال السبب هو في انعدام الإرادة السياسية لدى السياسيين في البلدين. ما رأيك أنت؟ ألو أنا بانتظار أن أسمع رأيك يا معتز. أنا ما بتكلم كسوداني شمالي، أنا بتكلم كسوداني. ما في مشكلة تنحل. نعم. إلا إن الطرفين يقتنعوا، والمشكلة الأساسية هي مشكلة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، هي المشكلة الجوهرية الآن. طيب لأنها مشكلة جوهرية، هي مشكلة عويصة جدا، لأنهم يواصلون تأجيلها المرة تلو المرة. للأسف الشديد الدول كانت راعية السلام في نقاشة خلت القضية عائمة، وهي كانت تعرف أن المصير حيكون مشكلة حاليا. هل هيؤدي حرف الريح، يعني حتكون في النهاية في مشاكل بين جنوب السودان وشمال السودان حتؤدي لحرب، والمستفيد منه من الحرب في النهاية. طيب. إذن هذا الوضع الشعب يهدد الشعب الجنوبي هو المتضرر من المشكلة. هذا الوضع يهدد بالحرب. خلينا نسمع حمدان علي من القضارف، لأنه حمدان مثل يوحنا يحمل الجنوب المسؤولية كاملة. مرحبا يا حمدان. مرحبا حمدون علي. أنا آسف، تفضل يا حمدون. الله يديك العافية. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين. المشكلة أصلا دائما الناس بيدروا انه على الشمال، هنا في الشمال، في شمال السودان. نعم. او حكومه السودان. نعم. بتشوف انه المشكله دائما بترجعها، يقول لك المشكله من زمان الاستعمار، مشكله ازليه، ما بيقوموا يتركوها على هذا المنوال. اوكي. لكن ليس هنالك اراده كامله واراده حقيقيه من قبل حكومه السودان اللي هي شمال السودان. دائما بيحملوا الاخطاء، دائما هم في الصح وحكومه الجنوب هم الخطا. انا في شمال السودان. انا في شمال السودان. لا. آه. المشكله دائما الناس بينظروا انه مشكله السودان مشكله جايه من الخارج، مشكله معده مجهزه من الخارج. أوكي. الناس مبني افكارها على الفهم ده، لكن طيب. ما في جديه، ما في الناس ترى للمشكله الحقيقيه، ما بروا لمصالح البلدين. اوكي الجنوب اتفصل، اوكي لسه في بناتنا في 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 ثقافه، في طيب. الشعوب مرتبطه مع بعض. حمدان لكن الحكومه بتنظر الحته دي. حمدان أوكي. يا حمدون عفوا حمدون لحظه معي يا حمدون، لانه انضم الينا الان عبر الهاتف من جوبا وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان السيد برنابا مريال بنجامين. مرحبا بك سيد برنابا. أهلا وسهلا ومرحب بكم. أهلا بك في نقطة حوار أستاذ برنابا. نعم. حمدون يقول أنه حكومة جنوب السودان هي المسؤولة لأنه دائما تتصرف على نحو يحمل المسؤولية على الشمال عشان تخلوهم يشعروا بالذنب، عشان هم البلد الأم أو شيء من هذا القبيل. ماذا تقول له؟ كل هذا ليس صحيحا. أولا نحن كجمهورية جنوب السودان. نعم. والسودان لقد اتفقنا بكل المشاكل بيننا
وكما تعرف عمل الاستفتاء عامة بوجود كل العالم أجمع والسودان القديم فيها وبقينا دولة ويريدنا إنه في بعض البنود نحن اتفقنا على ما يتنفس فنحن بمساعدة من المجتمع الدولي واتحاد إفريقي لقد عملنا اتفاقية تعاون المشترك المفروض ده يكون في حسن الجوار ونشارك في حاجات التجارة وبرضو ده كل هذا جنوب السودان دائما نحن بننفس ما نتفق عليها لكن كما تعرف انه اتفاقية السلام الشامل ده كان اتفاقية جاء على بعد حروب مدة طويلة طبعا معروفة نعم فهذا الاتفاق باتفاقية التعاون المشترك هو رسم الطريق للسلام لدولتين نكون في الجيران يا أستاذ بارنابا خليني أسألك سؤال نعم الآن الشمال الخرطوم قبلت بالاستفتاء أبرمت اتفاق السلام الشامل قام جنوب السودان كدولة مستقلة إلى متى ستظلون في الجنوب تتصرفون على نحو إنكم والله الطرف المظلوم الطرف المغبون الشمال في بمنتهى روح رياضية وديمقراطية قبل بالاستفتاء قبل بنتيجة الاستفتاء يجب أن تتصرفوا مع شمال السودان كدولة جارة وتعملوا معها توافقات بدل الاستقواء دائما تتحدث للتو بأنكم تعتمدون على المجتمع الدولي على الاتحاد الأفريقي لماذا لا تشتغلون على مشاكلكم مع الخرطوم وتحلوها مع بعض نحن مستعدين ونحن وافقنا على اتفاقية التعاون المشترك اللي هو اللي بيجيب السلام الدائم بين الدولتين كما تعرف انه الخرطوم بتحمونا انه نحن بنشجع وبنساعد وبندوم الحركات المسلحة في جمهورية السودان ده ما حقيقة ده ما صحيح انما هم كان بيدعموا الميليشيات في جنوب السودان وده شيء ما سري طبعا الميليشيات طيب. هم كانوا بيدعموها سيد برنابا لما زار الرئيس عمر البشير الى جوبا وقابل الرئيس البكير ميادي اتفقوا انه نحن لابد ان ننفس هذه الاتفاقيه لانه هو مستقبل للدولتين انما مساعدات لحركات مسلحه ان كان في شمال او في جنوب لا ما لمصلحه الدولتين طيب. سيد برنابا وضح له نعم سمعنا سيد سيلفاكير يقول هذا الكلام في هذه الحركات سيد سيلفاكير نعم. انت كوزير اعلام شيء طبيعي ستنفي نفيا قاطعا انه في الجنوب انكم تدعمون الحركات المتمرده في الشمال لكن في رايك بالمنطق لماذا يعمد الرئيس البشير هكذا فجاه ويهدد باغلاق انبوب نقل النفط الجنوبي عبر الشمال الى بورت السودان نهائيا وهو مستفيد من هذا الموضوع الحكايه عشان يغلق مرور النفط الموجود في جمهوريه جنوب السودان ده اللي فايده الدولتين اللي هو دوله السودان ودوله جنوب السودان أوكي. وفيها برضو الصين وفيها ماليزيا وفيها المجتمع الدولي والهند وكل ده فهذا النفط ده اللي فايده الدولتين لتقويه الاقتصاد بين دولتين فنحن اتفقنا انه هذا النفط يمر لمصلحة الدولتين نحن بما يخص إنه التحمات نحن من رسائل في الحركات وضعنا عاليات المفروض الحاجات التحمات البيجي لما يكون في الشكة لابد يحل في هذا العاليات الدبلوماسية الموجودة عندنا الاستخبارات السودانية واستخبارات جنوب السودان ممكن يقعدوا الوزراء يقعدوا مع بعض ويشاوروا ويحققوا في هذا عندنا وزراء الداخلية ووزراء بتاعت الدفاع نحن عندنا كل القنوات دي موجودة وممكن الأحداث الشكاوي ده يتحل على هذا المنبر لأنه نحن من لماذا يا أستاذ برنبا أرجوك أستاذ برنبا أعطيني فرصة أقول معك كلمة لماذا أنت هذا الكلام قاعدين تقولوا فيه من لما استقل الجنوب نعم هذا الكلام ترددونه منذ فترة لذلك بعد استقلال الجنوب نحن بنفتكر أن نحن ما عندنا أي مشكلة إطلاقا مع جمهورية السودان إنما يكون علاقات بين الدولتين علاقات السلام علاقات التعاون دبلوماسيا وسياسيا وحتى اجتماعيا فنحن ده موقفنا ونحن
سيد برنباب، سيد برنباب خليني اقول لك كلمه صريحه. نعم. انا تعبت من انك قاعد تعطيني كلام كليشيهات لوزير اعلام لازم يقول هذا الكلام في وزير الاعلام. ما رايك انك تتفاعل في الحوار مع مواطنين سودانيين سواء من الجنوب او من الشمال؟ خلينا نسمع معتز محمد النعمان في الخرطوم. معتز، ما انت تقول انه الطرفين مسؤولين، ماذا تقول للسيد ميريال بنجامين؟ انا بقول يا معتز ابتعد عن الراديو وابدا الحوار، لا تاخرنا الله يخليك. طب اقول له علاقه الحركه الشعبيه قطاع الشمال بالحركه الشعبيه قطاع الجنوب شنو؟ علاقه بين الحركه الشعبيه قطاع الجنوب خلص. والحركه الشعبيه قطاع الشمال. عظيم يا معتز. سيد الوزير تفضل. نعم، شنو علاقتكم بالحركه في الشمال؟ نعم، ما عندنا اي تعاون ولا مساعدات لحركه الشعبيه قطاع الشمال. عندنا حركه شعبيه لسودان في جنوب السودان، ده ما عنده اي علاقه. انت بتعرف يعني الاسم معناه له اسم للحركه الشعبيه لقطاع الشمال بنفس الاسم. ما في احزاب عندنا في جنوب. هسه بقول لك في مؤتمر الوطني، مؤتمر الوطني عندنا في الحكومه ومسؤولينه بالوزراء وعندنا في البرلمان. نعم. لكن ما بنقدر ندعم المؤتمر الوطني في الخرطوم. إيه؟ إن عندهم يد ما يعملها المؤتمر الوطني عندنا في جنوب السودان. عندنا حس البعث العربي، حس البعث في سوريا وفي العراق وفي السودان وفي كل حتة، لكن اسم واحد، إنما كل حزب عنده مسؤولية بتاعتها. فنحن من يوم 30 شهر 6 2011 لقد قطعنا تماما اي علاقات مع حركه شعبيه بتاع الشمال، عشان كده بتسمى حتى عندهم في الحكومه هسه عندهم حركه شعبيه. طيب. باسم السلام. نعم. في الحكومه عندهم. خلينا نسمع حمدون. فده يعني خلينا نسمع حمدون في القضارف ماذا يقول. حمدون مرحب. مرحب، ماذا تقول للسيد ميريال بنجامين؟ انا طبعا برايي انه المشكله الحقيقيه بين السودان وجنوب السودان تتمثل في الحركات الثوريه المسلحه. نعم. ما ممكن اصلا يكون هنالك اتفاق او سلام ووجود مثلا منطقه تتخلل في وسط الطريق. يبدو على حكومه السودان هنا لازم ترى انه لازم تقعد تتفق مع الحركه الشعبيه قطاع الشمال بدون اي مورات لمصلحه الدوله او مصلحه. نعم. المواطن. نعم. لازم يجيبوا اتفاق، لازم يقعدوا مع ناس الحركه الثوريه. اذا انت على عكس ما قلت في الاول، قلت انه جنوب السودان هي المسؤول، انت تقول انه على الشمال أنا ان يحل مشاكله. انا في البدايه استاذي العزيز، انا قلت حكومه الخرطوم هي المسببه في توتر العلاقات بين الشمال. عظيم. وجنوب السودان. انا خليك حمدون، لحظه يا حمدون، نحن الآن نتحاور مع السيد وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان. احتفظ بملاحظاتك لسفير السودان في الخرطوم عندما ينضم لنا في لندن، عندما ينضم لنا عبد الله الرفاعي في السعودية. عبد الله، أنت مسيت نقطة مهمة وهي انعدام الثقة بين الجانبين. ما سبب هذه الظاهرة، ظاهرة انعدام الثقة بين الجانبين في نظرك؟ أخي الكريم، عندما يكون في هنالك شخصين عاد يعني خليك. نعم. من تكون دولة أو حكومة. نعم. بحالة. نعم. والآخر يريد أن ينيل من الآخر، فعندها تكون هناك كارثة حقيقية، بمعنى أنه كل يريد أن يكبر كومه بالمثل البلدي. من المسؤول في نظرك؟ المسؤول انعدام الثقة في نفسها صوت العقل. إذا الإنسان رجع لصوت العقل لإيمانه بالقضية. طيب. وبإيمان بشعبه وقضية شعبه. عبد الله أنت معطيني كلام نظري ليس أكثر ولا أقل، لماذا لا تسمي الأسماء بمسمياتها؟ سمعت حمدون ماذا يقول. حمدون يعتبر أنه حكومة الخرطوم والمؤتمر الوطني مسؤولين، لازم يحلوا مشاكلهم مع الحركات في الشمال ويبطلوا لوم الجنوب على هذا الوضع. عايزني اقول لك بالصوت الواحد سيدي. أي. انا اوجه السؤال للسيد برلامين. طيب. لماذا توجه لكم التهم بدعم الحركات وحشر انفسكم في ما لا يعنيكم؟ لماذا؟ طيب. اذا كان ما في هنالك سبب رئيسي بيدعو الاخرين لاتهامكم، لماذا هذه التهم؟ لماذا؟ في مثل عندنا بقول لو ما في او العكس اذا كان ما في خلينا
يا 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 عبد الله عبد الله خلي السيد برنابا يرد. تفضل سيد برنابا. التحمات من تاريخ السودان دائما اي حكومه في شمال السودان دائما بتقدم تحمات مختلفه، وحتى الاتفاقات كثيره المضى بين الشمال والجنوب هو الشمال المسؤول الاول ما بنفذ حول الاتفاقيات. لكن من ناحيتنا عشان كده اننا كحكومه مفصوله ومحترفين باتفاق التعاون المشترك قلنا نكون عندنا قنوات والآليات، ودهنا قلنا إن الوزراء الاستخبارات في جمهورية جنوب السودان والاستخبارات في السودان يقعد ويشوف المعلومات المورد. نحن بنسأل لأنه برضو عندنا شكاوي بنقوله إن جمهورية السودان بمول الميليشيات، وده معروف في كثيرين من الميليشيات جو من الشمال، ونحن دخلناه في الجيش بتاعتنا، ونحن ما بدنا نستعمل المنبر الشعبي لأنه عارفين بقينا الدول بقينا دولة وهم دولة. وفي قنوات معروفة قنوات معروفة لمصلحة الشعبين، فلو في هذا المعلومات إنه نحن بنساند طيب. الحركات سيد برنابا الوزراء المسؤولين يقعدوا ويتبادلوا. سيد برنابا ما هي الاتفاقات سيد برنابا ما هي الاتفاقات التي تتهمون حكومة الخرطوم بالتقاعس عن تنفيذها؟ عندنا اتفاقيات كثيرة، مثلا الآن مثلا بموضوع بين الحدود بين الدولتين، مثلا زي رئيس عمر البشير بيقول الآن هيمنع مرور اللي ينفع للدولتين. لكن على أساس هذا لقد عملنا متكونات من الوزراء، وزير الدفاع جمهورية السودان وزير الدفاع جمهورية جنوب السودان، عندهم يتقابلوا مع بعض ويبادلوا آراء ويبادلوا لو في أي معلومات بتأثر لهذا الاتفاقية اللي هو 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 الطريق المرسومة لسلام بين دولتين. عندنا استخبارات جنوب السودان واستخبارات جمهورية السودان ببادلوا الآراء ويتكلموا عن هذا، ففي قنوات دائمة. إنما مفروض الرؤساء الرئيس سلمى كير ميادين ورئيس عمر البشير تكلموا مع بعض، ورئيس عمر البشير يوم 24 ما كانوا مع بعض يا سيد برنابا، ألم يكونا مع بعض؟ ليش ما تكلموش؟ إن التهمات بين الدولتين لابد يحل على 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 قنوات المعروفة قنوات الدولية اللي بودي إن إحنا بيجينا جزء من العالم السلام مش العالم الحرب. إنما بمشكلة جنوب كردفان ومجوب النيل الأزرق ما في حل. مشروع الشعبية كنا اتفقنا عليه في 2005، والرئيس سلمى كير ماير تكلم في جوبا هنا موجود لزميله رئيس عمر طيب. البشير لو تريد ان احنا نساعد في حل على طريق السلام بينك وبين مواطنينا في مناطق اللي فيه حركات المسلحه هو مستعيد، لكن لابد الرئيس طيب. عمر سيد برنابا بقي لي سؤال سيد برنابا بقي لي سؤال مهم لازم اسالك اياه. هل في نظرك المتحاورون معك أشاروا إلى نقطة مهمة وهي انعدام الثقة بين الجانبين، هل لأن حكومة جوبا تنظر هذه الأيام في بدائل لتصدير نفطها عبر شرق أفريقيا هذا هو ما يزعج الرئيس البشير في نظرك؟ أليس هذا نوعا ما مسؤولا عن حساسية الخرطوم من الموضوع؟ نحن في سياستنا نحن متوقعين انه علاقتنا مع جمهوريه السودان ده علاقه عميقه، حنستمر في هذا العلاقه، واذا يقول السودان مش عاوز جنوب السودان نعمل ايه؟ بالسياسات اللي بيمشي بها السودان على طريقه ده على طريقه ده بقينا دولتين، لان احنا نفتش في قنوات اخرى لابد يعني. يعني انت تشعر سيد برنابا عندنا خمسة دول حولنا هنبني على لعبيب جديدة، ويعني هيكون في طرق أخرى ده دائما، لكن نحن بنقول نحن ما عندنا نحن مش ضد جمهورية السودان ولا أعداء جمهورية السودان، لأن الشعبين شعب السودان وشعب جنوب السودان عندهم علاقات مختلفة عميقة جدا. شكرا جزيلا لك. في هذه العلاقات نكون دولتين جاريتين صديقتين ويتعاون في كل شيء. أشكرك جزيل الشكر سيد برنابا ميريال بنجامين وزير الإعلام في دولة جنوب السودان. الآن مجموعة من الآراء كما التقطتها كاميرا نقطة حوار في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وكان السؤال هل التوتر في العلاقات الثنائية أصبح مزمنا أم إنه سحابة صيف؟ أعتقد أن التوتر عابر، يعني التوتر ولد لحظة. ليه؟ لأنه أسباب تتعلق بالدول الاستعمارية اللي لها أطماع في جنوب السودان بتخلق دائما الفتن
ما بين جنوب السودان وشمال السودان، وإنما الشعبين الشعبين إخوة منذ الأزل. نعم، التوتر مزمن في العلاقات لأنه أسباب كثيرة، منها واحدة الناس دي عنصريين شديد. لا، توتر عبر بين الدولتين لأن هنالك مصالح بين الدولتين من تجارة وأسر وغيرها. التوتر في العلاقات حيكون مزمن لأنه الحاجة ما في مصداقية، ودي طبعا صاحبت الموضوع منذ الانفصال، وحيكون مزمن لأنه برضو يعني ما في ثقة بين الطرفين. لا، التوتر في العلاقات عابر. ليه؟ لأنه علاقتنا إحنا بالجنوبيين علاقة مستمرة، من مما قمنا في الخرطوم دي لقينا شنو الجنوبيين معانا، فالعلاقة دي مستمرة ما حتنقطع باختلاف من الدول. الإيديولوجيات مختلفة، ف الحالة النفسية للطرفين جنوب السودان وبالتحديد السياسيين هم بيتناقشوا من خلفيات ايديولوجية، الاثنين ما قادرين يصلوا لاتفاقات لمصلحة البلدين. إذن أقلية تعتبر التوتر بين جوبا والخرطوم عابرا، لكننا سمعنا أشياء عميقة من قبيل العنصرية، العلاقات الإنسانية والتجارية بين الشعبين انعدام، أو الشعب الواحد انعدام الثقة، لكن العلاقة مستمرة وضرورية. وهناك من ألقى باللائمة صراحة على الساسة الشماليين والجنوبيين الذين بيدهم الحل ولم يفعلوا شيئا. سأرحب هنا في استوديو نقطة حوار بسيد عبد الله الأزرق وهو سفير جمهورية السودان لدى بريطانيا. سيد عبد الله، مرحبا بك في نقطة حوار. معظم المتحاورين الذين سمعناهم في نقطة حوار حتى الآن يلقون باللائمة صراحة على السياسيين في الجانبين، ويشيرون إلى نقطة مهمة وهي انعدام الثقة. أساسا في الخرطوم هم من بيده الحل والعقد، لماذا لم يحصل التوافق بين شطري السودان رغم الفراق الذي كان حضاريا وكان يعني دعا كثيرين إلى التفاؤل في نظرك؟ صحيح، الفراق كان حضاريا وكان سلميا وقد أشاد به الكثيرون. من جانبنا نحن في الحكومة السودانية سعينا سعيا حثيثا لأن نقيم علاقات ملؤها التعاون والمودة والصداقة مع جنوب السودان. نعم. وبذلنا في ذلك جهودا حثيثة. أولا نحن الذين سمحنا أن تتم عملية استفتاء التي أفضت إلى الانفصال. نعم. وخسرنا جراء ذلك جزءا كبيرا من بلادنا، وخسرنا يعني رغم مقدرة من سكاننا، وخسرنا موارد ضخمة من بينها 3/4 البترول. طيب، كل ذلك رغبة فيه أن نقيم علاقات ملؤها التعاون. ما الذي يحصل الآن؟ مما تشتكون؟ نشتكي من أن دولة جنوب السودان لأنها دولة وليدة لم تتكون لديها مؤسسات بعد، فالتسلسل القيادي لم يتكون وينضج بالقدر الكافي الذي يسمح بأن تنفذ الاتفاقيات التي اتفق عليها نحن في الطرفين. يعني هذا لم يتم حتى الآن، فهي تعاني من تحديات ضخمة جدا متعلقة بالبيروقراطية في البلد ومتعلقة بتكوين المؤسسات. لأن كل شيء في طور النشأة. ولذلك قد يقال سيد السفير، قد يقال أن هذا منطق الأخ الأكبر المتحكم الذي يريد أن يملي إملاءات. سمعت من وزير الإعلام في جنوب السودان قبل قليل أن المعضلة أنكم لا تنفذون معهم الاتفاقات ولستم مستعدين للجلوس والتحاور حول القضايا الخلافية. هذا ليس صحيحا البتة. أولا كوننا نحن الأخ الأكبر، نعم نحن الدولة الأكبر وهي الدولة التي لديها مؤسسات من عقود مستقرة. نعم. وهم الدولة الوليدة الجديدة التي نرغب في أن نقيم معها علاقات جوار قائمة على التعاون، لكن ليس صحيحا أننا لا ننفذ. كنت أتمنى أن يذكر مثالا واحدا يدلل به على ما أفرضنا في تنفيذه من التفاقيات. أنا قلت له هذا الكلام صراحة. هذا ليس صحيحا. خلينا كان ينبغي أن يكون دقيقا في ذلك. العكس هو صحيح، نحن الذين ننفذنا. لا، أعطيك مثالا. اتفقنا قبل الانفصال على أن يسحب كل طرف قواته إلى الطرف الآخر. نعم. نحن سحبنا 100% من قواتنا بشهادة السير ديريك بيمبلي الذي كان رئيس لجنة التقويم وهو بريطاني. نعم. هم سحبوا 63% من قواته، سحبوا 37% من قواتهم، وأبقوا على فرقتين في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق إلى يومنا هذا، وما زالوا يماطلون.
كنت أتمنى لو أنه أتى بمثال واحد يدلل على أننا لم ننفذ الاتفاقات، نحن الذين ما لا يحصى من خروقاتهم وعدم تنفيذهم لما اتفقنا عليه. نحن نجلس في شهر السابق رئيس السودان أرسل ثلاث وفود إلى سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ثلاث وفود ينبهه فيه إلى الخروقات وينبهه فيها إلى عدم الالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقيات وينبهه فيه إلى ما لدينا وثائق وإثباتات تثبت أنهم يدعمون المتمردين في منطقتين أو في ثلاث مناطق. السيد برنابا دعا مسؤولي الداخلية مسؤولي المخابرات في الشمال إلى لقاء زملائهم في الجنوب وتقديم ما لديكم من أدلة، أليس صحيحا أنكم في الشمال تبحثون دائما عن شماعة تعلقون عليها إخفاق حكومة السيد البشير في حل مطالب الجهات المتمردة في الشمال؟ هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. أولا نحن كما أسلفت وأكرر أننا دولة مستقرة ولديها مؤسسات قديمة، هم الذين يعانون من مشكلات عويصة جدا في عدم عفوا خلينا ما رأيك أن نسمع بيتر حتى تستعيد أنفاسك، لا بأس عليك. بيتر أسمع وجهة نظرك بيتر. نعم بيتر تفضل يا بيتر. طيب نعم بيتر ماس، كل عواويل الوردة من السيد العزيز الكريم من ناحية ترومه من ليس صحيح، لأنه كثير من السماء يقولوا ويحذفون على الصحف وكل قنوات الفضائيات العالمية إننا قد فعلنا وفعلنا ذلك، لكنهم لم ينفذون ذلك لأنهم هم أوائل الناس الذين كانوا يدعمون بدعم التورط في جنوب السودان. نعم وذلك اليوم يقولون إنهم طيب بيتر جنوب بأنه بيتر سيد سفير قال السيد سفير قال إنه كان في اتفاق مثلا على إقامة منطقة منزوعة السلاح لكن جوبا لم تلتزم تماما، هو قدم لك دليلا، يعني أليس الوقت قد حان أن الواحد يتخلى عن التراشق بالاتهامات؟ السيد سفير ماذا تقول لبيتر؟ نحن أقول له أننا يعني قد بلونا المر من ثمر الحرب ونحن حريصين جدا على أن نقيم السلام. نعم وكونهم يدعمون المتمردين هذا قال أوباما مرتين. نعم وقالها غيره، ونحن قبل أسبوعين دعونا سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج بوصفهم كانوا الذين الضامنين لاتفاقيات السلام السامي، وأطلعناهم على ما لدينا من أدلة على أنهم يدعمون المتمردين. نعم ما رأيك أن نستمع إلى معتز عبد الله عبد الإله المحمود في السعودية؟ عبد الإله أسمع رأيك. عبد الإله المحمود عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، تفضل يا عبد الإله. أولا أرحب بضيوفك وأرحب بك يا أهلا بك أخ محمد. ألو أنت على الهواء، تفضل أنا في الاستماع يا عبد الإله. إيه المشكلة بين الجنوب والشمال اللي هي المشكلة أصلا يا طويل العمر والسلامة تكمن المشكلة الرئيسية. عبد الإله أرجو أن تسترسل ولا تنتظر سماع صوتك في الراديو أو التلفزيون، أنت تأخرني كثيرا. يلا 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 المشكلة بين الشمال والجنوب أن الرئيس البشير ليس على رأي واحد، وهو رجل عسكري بالأساس وليس رجلا سياسيا. طيب فكان يصفهم عادة في بعض الأحيان آسف بالصراصير، ثم يذهب لزيارتهم ثم يذهب ويتصالح معهم ثم يعود بعد الاتفاق معهم ثم ينقلب عليهم مرة أخرى. هو رجل غير مستقر في رأيه، وهو رجل أحادي يحكم بمفرده دون أن يستشير أحد ودون أن يكون لديه نخبة سياسية يجدر أن يستشيرها، وحلوله دائما. هل الجنوبيون مؤهلون كدولة وليدة بمؤسسات بأطر للتعامل مع الشمال؟ لأن هذه حجة السيد السفير هنا في لا طبعا مؤهلون، أصلا المؤسسات
اللي هو ذكرها الأخ السفير في السودان وقال إنها قديمة. نعم. هي قبل البشير وقبل نميري وقبل. طيب. صحيح أوكي. ولا لا؟ عبد الإله شكرا جزيلا لك سيد سفير مدى تأخذني عبد الإله ألقى باللائمة كاملة مع شديد احترامي فإن أراه ساذجا وهو لا يعرف السودان لا يعرف جنوبه من شماله وما صرح به السيد الرئيس في وصفه لجيش الشعب الذي احتل أجليج حقلنا البترول الأكبر ودمر كل المنشآت النفطية وصفه بالصراصير ذلك الوقت كان في أجواء الصراع والحرب ويجب أن يؤخذ في يوضع في 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 سياقه الرئيس البشير رئيس منتخب في انتخابات حرة ومراقبة دوليا وليس صحيح أنه يتصرف بمفرده هذا ليس صحيح لدينا مؤسسات راسخة في شمال السودان وهذا شيء يعز الجنوبيين وجوده فأن يقفز النتائج غفزا هذا الأخ الكريم دون أن يدري أعتقد أنه يعني قد بالغ في ذلك وأفرط هذا ليس صحيح ما ذكره البتة فهو يحتاج إلى أن يدرس شيئا من السودان ويفرق ما بين يجري في شماله طيب. وجنوبه خلينا نسمع أعتقد عبد الله معنا من السعودية أيضا عبد الله حسام مرحبا يا حسام كيف حالك مرحب بك تفضل أحييك وحيي الله محييك تفضل المشكلة الحقيقية تقع على الحكومتين والضحية في النهاية الشعوب نعم. المشكلة الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان زي ما قال الأخ اللي تكلم أول النخبة السياسية مع الرئيس ما كف عشان ما عندنا كلام على الرئيس جاي انتخابات حرة ما خلق ضمن موضوع تاني النخبة اللي حوالين الرئيس المفروض استشيرة ما مية مية بالبلدي فيما تريد أن يستشيرهم يتعلق الأمر هناك السيد الرئيس أذن قبل فترة وانحلت مشكلة صادرات النفط هذه المرة هو تحدث بصريح العبارة عن دعم الجنوب لمجموعة من الحركات المتمردة في الشمال دعم جنوب السودان للحركات المتمردة لحركات العدل والمساواة والحركات الأخرى الدارفورية التي تحمل السلاح في وجه الحكومة هذا ثابت للعيان ولكل العالم ثابت أن الجنوب يدعم هذه الحركات تقول أكيد أكيد طيب دي ما فيها واحدة من المشاكل نعم طيب السيد السفير إذا كان الرئيس البشير وإذا كانت حكومة السودانية متمرسة بالعمل لماذا لا يحلون مشاكل المتمردين في الشمال ما هم تنازلوا عن جزء وقبلوا بأن ينفصل نصف السودان عنه لماذا لا تحل لماذا في نظرك يبحثون عن شماعة يعلقون عليها فشل مساعي نحن بذلنا جهود خارقة لدعوتهم إلى الحوار وإلى أن نحل المشاكل وذهبنا إلى الدوحة ووقعنا اتفاقية معروفة جدا بشهادة دولية إنها تصلح أساس لحل المشكلة جميعا العقلاء منهم وقعوا وهؤلاء الآخرين الذين يوقعوا شعارهم تغيير النظام في الخرطوم بالقوة من حق المواطن السوداني أن يغير النظام لكن هنالك طريقة واحدة لتغيير الأنظمة وهي صندوق الاقتراع هؤلاء يريدون أن يغيروا النظام بالقوة ويستعينون بدول أخرى يجلبون منها السلاح ويتقون بها جنوب السودان من هذه الدول؟ نعم للأسف أقول ذلك ولدينا هذا لم أقوله أنا الأمم المتحدة في تقريرها الذي أصدره مجلس الأمن يوم 13 شهر 2 السابق في تقريرها عن العقوبات قالت إن هناك معسكران ضخمان في جنوب السودان لحركة العدل والمساواة أحدهما في بالقرب من مدينة بانتيو والآخر في منطقة تسمى تمساحة وقالت إن في كل معسكر 800 عنصر من حركة العدل والمساواة هذه معسكرات عسكرية معسكرات للتدريب والإيواء ومشاكل ذلك الآخرين قالوا ذلك أنا يمكن أن أتهم بأنني أكرر ما تقول الحكومة الآخرين الذين هم محايدون قالوا ذلك هل تتعهد الحكومة السودانية بأن لا تدعم بأي شكل أي جماعات متمردة في الجنوب نحن قلنا ذلك وتعاهدنا به ونفذناه عمليا لم ندعم أحدا نحن بلونا من المر الحربي من ثمرة الحرب مرها ونحن نعرف ويلاتها ولا نريد أن ننفق مليما واحدا في حروب وليس من مصلحة البلدين لكن في بلد في أجهزة مستقرة وقائمة ومسؤولة وفي بلد آخر لم تتكون هذه وكما ذكرت في أول الأمر أن التشير اوف كوماند التسلسل القيادي غير موجود فما يتعهد به الرئيس وتعهدنا مرارا انه سيجنح الى السلم لكن عمليا لا ينفذ هذا الامر على الارض لان ليس هنالك يعني تسلسل قيادي حقيقي في الجنوب اوكي خلينا نسمع محمد في النرويج ماذا لديه محمد
السلام عليكم. وعليك السلام يا محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني حكومتنا في الشمال دوما ترمي اللوم على جنوب السودان. نعم. وتقول انه مثلا جنوب السودان هي الداعم الاساسي للحركات المسلحة، وهي تعلم ان يعني هذه الحركات التي قامت يعني هي قامت قبل يعني قبل انفصال جنوب السودان وقبل تكوين دولة جنوب السودان. طيب محمد، حتى لا نضيع الوقت كثيرا، هذه الحركات المتمردة موجودة والعبء على الحكومة السودانية ان تتعامل معها، لكن الجنوب قدم اكثر من دليل على انه ليس جادا. تمت ما حصل في حقل هجليج، ثمت ايضا عدم الالتزام تماما بالمنطقة المنزوعة السلاح، من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ والله صراحة يعني بس مسألة منطقة منزوعة السلاح والمسائل الحدودية. نعم. العالم صراحة يعني يتحدث السفير الآن على أننا دولة يعني مستقرة ونظام حكم يعني جاسم على صدر الشعب أكثر من 24 سنة، لكن للأسف ما قادر يفهم حتى الآن أنه مسألة الحدود هذه عفى عليها الدهر. الآن أوروبا كلها بلا حدود، الآن يعني حدود هي على الجغرافيا ولكن بالبطاقة الشخصية يمكن أن تتجول في كل الدول. هذه المسألة يعني محمد يمكن محمد يتعلق الأمر لا 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 يتعلق الأمر بدولة جديدة قامت، وأنت لازم تكون عندك حدود مرسمة معها، عدا عن أنه منطقة أبيه مهمة جدا من ناحية الموارد الطبيعية ومهمة أيضا لسكانها، ويجب أن يعرفوا الحدود. على كل، خلينا نسمع السيد. نعم انا 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 ارى انه نعم انا اتفق معك ان مدينه ابيي هي مدينه مهمه، ولكن يعني لماذا لا نجعل مدينه ابيي مدينه تكامل كما تنازلنا. نعم. عن مدينه عن مثلث كبير يسمى حلايب في منطقه شمال السودان. نعم. الان محتل احتلال مصري كامل، نحن وجنوب السودان وشمال السودان بيننا اواصر. طيب. كبيره جدا ما يجمعنا اكبر. طيب. خلينا من لذلك يعني انا ارى انه من الحكمه. نعم. ان 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 ان, أن يجلس الحكومتان وخاصه حكومتنا في شمال السودان محمد باعتبار انها هي الدوله الاولى. نعم. خلينا نطرح هذا الكلام على السيد عبد الله الازرق سفير السودان هنا لدى بريطانيا. سيد السفير، قبل ان 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 اعلق اصحح خطأين من قبل هذا الاخ الكريم. الاولا ان ادعى أن كل هذه الحركات تكونت قبل انفصال الجنوب، وهذا ليس صحيح. الحركة الشعبية الشمال تكونت بعد انفصال الجنوب، وما حصل في النيل الأزرق الشمال. نعم. نعم. موجودة. نعم. الحركة. نعم. الشيء الرئيسي أننا لم نتنازل عن مثلث حلايب، هذان خطأان يجب الإشارة إليهما. أما ادعاء بأن هذا النظام يجثم على صدر الشعب فهذه دعاية أكثر منها حقائق. هذا النظام الحالي انتخب في انتخابات حرة مراقبة رقبتها دول. نعم. كثيره جدا من ضمنها. طيب. مركز كارتر. نعم. ولا اعتقد انه يعني يحابينا. اوكي. هل 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 تفتقر الحكومه السودانيه الى الحكمه كما قال محمد؟ هل الحكمه السودانيه ونحن نزع اليها دائما، ويعني تنازلنا عن مقدرات ضخمه جدا ارضا وشعبا وموارد من اجل ان تستقر البلد وان نحصل. طيب. على السلام، كيف بعد ذلك ندعى باننا نفتقر الحكمه؟ طيب خلينا نستمع الى نجاة. نجاة اعتقد موجوده في السعوديه. نجاة، ماذا لديك؟ نجاة. السلام عليكم. وعليك السلام سيدتي، تفضلي. الله يسلمك. للاسف خطوط الهاتف لا تسعفنا اليوم. نجاة الخط ليس على ما يرام. سنعود الى بيتر. بيتر في الجنوب، مرحبا يا بيتر مجددا، ماذا تقول للسيد السفير في نهاية هذا الحوار؟ أكل سأعود إليك سيد عبد الله الأزرق. نعم. بالنسبة لحكومة السودان هذه المرة كانت تهديد غير عادي، إغلاق الأنبوب نهائيا، هل أنتم منزعجون من تحركات حكومة جوبا مع جيرانها في شرق أفريقيا ربما بحثا عن بديل؟ لا لسنا مزعجين من ذلك البتة، فليقيموا أنبوبهم غدا. من ناحية اقتصادية هذا غير ممكن. نعم. وليس أمامهم في ضوء الحجم الحالي من إنتاج البترول ليس أمامهم غير هذا الخط، لأن إقامة خط جديد
يصعد الى الهضبه الاثيوبيه او يصعد الى الهضبه في 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 كينيا، نعم. هذا يحتاج الى 3.5 مليار دولار، لا اعتقد انهم يملكونها. هذا شيء. والشيء الاخر اننا قد شكونا لكل من في الارض من تجاوزاتهم ودعمهم للمتمردين. اتفاقنا هو مبادله الامن بالنفط. هذا هو لب الموضوع وجوهره، نعم. وجوهره. فاذا لم يلتزموا فنحن سنكون في حل بعد ان شكونا لكل من في الارض عن تجاوزاتهم وعن دعمهم للمتمردين. فنحن اذا اضطررنا سنغلق النفط. سيد سفير السيد عبد الله الازرق سفير السودان لدى بريطانيا، شكرا جزيلا لك. الآن نتيجة الاستفتاء الموازي لحوارنا، السؤال كان من المسؤول في رأيك عن انتكاس العلاقات بين الخرطوم وجوبا؟ نتيجة متقاربة 46% أنحوا باللائمة في تردي العلاقات على الخرطوم، بينما رأت نسبة 54% أن جوبا هي المسؤولة وراء استمرار هذا التوتر بين الجانبين. هذا الاستفتاء طبعا يمثل رأي من شارك فيه، ليس بأي شكل من الأشكال قياسا للرأي العام. نهاية الحوار في نقطة حوار اليوم. لا تنسوا الحوار لا يتوقف على صفحة bbcarabic.com. من الحوارات المطروحة بعد منع وزارة الثقافة والإعلام السعودية المؤسسات الإعلامية من نشر فتاوى دينية ما لم تكن صادرة عن هيئة كبار علماء السعودية، هل في ذلك حجر على الآراء والفكر المجتهد وسد لباب الاختلاف البناء وهيمنة على الفتوى؟ وفي مصر الدعاوى التي لا تنقضي بأخوانة الدولة في ضوء الخلاف الذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين وزير الثقافة وناشطي القطاعين الفني والثقافي في مصر. تحية مني نور الدين زرقي ومن جميع فريق نقطة حوار، تحية لكم جميعا وإلى اللقاء.